نورتونا. اخباركم ايه؟ تمام. بس بس هتعود على الكرسي وتبقى تمام. عارف المقاسات دي بتاخد على الكراسي بالعافيه. اهلا بيكم. اول مره بتتقابلوا في سواليه يمكن؟ مظبوط. تقابلنا مره صدفه. مش اول مره. كان بيلعب كوره احمد. هو بيلعب كوره. مظبوط. كنا في نادي كده، نادي شعبي صغير كده، بس كنا مجموعه كبيره قوي. وانت كنت رايحه تعملي بتشجعي ولا ايه؟ بشجع. كنت بتشجع. لان حريف بيعرف يلعب. ولا جون ولا اي حاجه. انا بس يعني بحب اشارك زمايلي فرحتهم يعني، فاهم؟ فبنلعب مع بعض كده، وكانت فرصه ان انا اشوفها يوميها طبعا. ان احنا بنجمعكم مره تانية بعد اول صدفه، والنهارده ان شاء الله تستمتعوا بلقائكم. انا بشرفني اكون معكم بسواري وامسع الجمهور اللذيذ، وعليكي نجله واحمد وعلى الاستاذ احمد. ربنا يخليكي. منورنا يا احمد. ربنا يخليكي يا نجله، وانا مبسوط ان احنا بنتقابل في ديكور جميل وبرنامج لذيذ وجو كده اسري قوي، فيا رب تبقى قعدتنا اسريه كده ان شاء الله. ان شاء الله. نبتدي دايما معاكم بالجديد، ونبتدي بديانا. يمكن سمعنا عن اغنيه خليجيه، انت يمكن من المطربات والاصوات اللي بتكون دايما حريصه انها تأدي باكتر من لهجه. غنيتي خليجي كذا مره، وفي اغنيه خليجي جديده بتحضري لها. صحيح. واغنيه باللهجه الليبيه برضو قبل كده. فعايز اعرف ايه يعني حرصك على الغنى بعده لهجات، وتكلميني على الاغنيه الجديده. انا بحب التنويع جدا، ففي البوماتي يعني يمكن الناس سمعت بغني زي ما قلت خليجي مصري لبناني، وغنيت اخر فتره ليبي. وانا هلا ان شاء الله مع الشركه الجديده بعمل اغاني خليجي، بس حتكون سنجليات وحتتصور كلها، وبعدين حناخذ مصري ولبناني. فالتنوع حلو، خاصه لما يكون الفنان يعني عنده الامكانيه انه يؤدي اللهجه صح، يكون واثق منها وبس. وانا يعني بحب انه ادي اللهجات. اكيد احمد طبعا بقول لك الف مبروك على هيما. الله يبارك فيك. وكان نجاح ودور موفق جدا، واسعدنا الحظ ان احنا نلتقي بيك في شهر رمضان طبعا. الحمد لله. وبقول من بعد هيما بتفكر فين؟ والله بصي، بفكر في عندي مشروع سينمائي كده بحضره، ان شاء الله هيبتدي تصويره في اول شهر 6 على طول. يمكن انا حالف ان انا ما اجيبش سيره عن اي تفاصيل. لا مش هقول لك الاسم، هقول لك العناصر الرئيسيه للعمل. يعني هو ان شاء الله هيبقى تاليف الكاتب الكبير يوسف معاطي، واخراج حبيبي واخويا رامي امام. ما شاء الله. انا عايز اسال سؤال، ده ليه اتجاهات كده من الافلام الانتاج القوي؟ انتاج قوي ان شاء الله. حبايبي انا عرفت هو ده خبر حلو قوي. انتاج قوي، وان شاء الله هيبقى شهر 6. وبحضر حاجه دلوقتي حاليا هبتدي تصويرها قريب جدا. طب هسالك قبل ما تدخل في الحاجه دي، معلش يا احمد، هيشاركك مين من النجوم في الفيلم ده؟ لسه والله يا نجله، انا يمكن استاذ يوسف معاطي له طريقه في الشغل كده، انا نفسي لسه بحاول اتاقلم معاها. يعني دايما انا ببقى متعود ابقى موجود من اول كلمه تتكتب في السيناريو. هو له طريقه خاصه لما يخلص خالص شغله خالص هو، ودي طريقه بروفيشنال اكتر يعني للامانه يعني. فانا محترمها، والخطوات ماشيه بشكل طبيعي. احنا دلوقتي في مرحله ان الاستاذ يوسف يخلص، وهو على وشك انه يخلص. ما حصلش لسه اي ترشيحات للكاست، لكن اول ما يحصل هقول على طول. تعرف ان ديانا كلازون كانت هتبقى في يوم من الايام طياره بتطير بالطياره. الكلام ده يعني طرت في محل تاني. طرت في مجال الفن بس طياره برضو. ويمكن المجال ده تحديدا بعيد عن كل طموحات البنات. يعني اي بنت بتحلم انها تكون موديل، ممثله، حاجه ليها علاقه بالفن. لكن انك تفكري في انك تكوني طياره، دي حاجه بعيدة شوية. ممكن احمد دي حاجه من شخصيتي يعني. انا ما بحبش انه حدا يقيدني. احمد انت نجم من نجوم الشباك في السينما، وليك حتتك المتميزه والخاصه قوي في الكوميديا. شفناك في الدراما التلفزيونيه بتقدم ادوار انسانيه اكتر. ساره يمكن وهيما مسلسلين نجحوا جدا، لكن الى حد كبير بعيد شويه عن الكوميديا. ليه؟ هل انت متعمد ده، ولا بتشوف انه مش بالضروره انك متعمد الى حد ما؟ يعني انا كنت حريص جدا ان انا لما اروح التلفزيون لفتره معينه، يعني ان اقدم موضوع وقيمه وهدف بعيدا عن الضحك، لان الضحك
ده اللي الناس بتروح لنا بيه السينما او بتجيلي بيه السينما، لكن لما انا اجيلها لغايه عندها في البيت لازم اختار القيمه او الهديه اللي انا جاي بيها لغايه عنده في البيت. ده مش معناه ان الكوميديا مش قيمه، يعني بدليل ان انا عملي اللي جاي في التلفزيون هيبقى كوميدي، ده السيت كوم، هيبقى سيت كوم، هيبقى كوميدي صرف، لان انا كمان اشتقت للكوميديا في التلفزيون. يعني انا حابب المواضيع وحابب ان اقدم مواضيع زي ساره ومواضيع زي هيما، لكن الكوميديا برضو يعني بتجري في دمي كده غصب عني، ما بقدرش استغنى عنها حتى في هيما وساره على فكره، لكن بمقياس، لانها لو زادت شويه هتبوظ البنى الدرامي بتاع العمل كله. يعني ف التلفزيون انا بحس ان لازم اقدم موضوع، ولو في من خلاله مساحة للكوميديا أو للضحك يبقى كويس، لكن المقام الأول عندي في الدراما التلفزيونية هو الموضوع اللي احنا بنقدمه. ديانا، يمكن انت صوت الوحيد أو من الأصوات القليلة قوي اللي خرجت من الأردن، رغم أنه الساحة دلوقتي الفنية سواء من المحيط للخليج زي ما بيقولوا مليانة بالأصوات من صحيح. مصر ومن الشام ومن الخليج ومن المغرب العربي، ليه؟ أو شيء هو توفيق من عند رب العالمين، هذا أول شيء. ثاني شيء الطموح، يعني أنا طموحي طول عمري يمكن بوقف بمسك الفرشة وأفعل المراية وبغني وكذا، فكان حلمي إنه أبقى يوم من الأيام زي ما كان حلمي أبقى طيارة، كان حلمي إنه أصير مشهورة وأغني. أصير أغني عشان أنا بحب الغنى مش عشان أي شيء ثاني يعني. فيمكن قلة شركات الإنتاج يمكن شوي في الأردن، أو الفرص الغير متاحة خلينا نحكي، بس في شباب كتير أصواتها حلوة وعندها حتى بالتمثيل، يعني عندنا كتير في طاقات تمثيلية وبالغنى. يعني أنا إن شاء الله في عندي مشروع بس بالأردن هو تقديم برنامج هبقى مذيعة ونعمل ورشة خلينا، وزي ورشة عمل بكل الأردن حتى نختار مواهب جديدة. أنا عايزك تسألي أحمد. لا ابتدي من أولها. لا ديانا ابتدي من أولها، مقدمة البرنامج سوارية ومعاكي الضيف أحمد. اتفضلي يا فندم. ولو سمحت عايزين نديها درجة. لا أنا اتفضلي يا فندم. مساء الخير لكل جمهورنا اللي عم بيشوفنا عبر الفضائية المصرية عبر برنامج سواري. اليوم معنا حلقة مميزة كتير 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 بضيافة الفنانة الكبيرة نجلة وأحمد والأستاذ الكبير أحمد فارس. أنا معترض. لا ما شاء الله ما شاء الله. عندنا ثلاث مواهب اليوم، إن شاء الله يا رب نسمعكم أصواتهم وتكون أصواتهم كتير كتير حلوة. حنبتدي بأول متسابق معنا من مصر، أحمد رزاق العمر 15 سنة. على فكره قالك مسابقه هنا، يعني انت لازم تغني. ده هيحصل. اتفضل لو سمحت. حاجه اكيد غنيت كده. يعني غنيت بس طلعت عين اللي كانوا بيسجلوا لي يعني. وبعدين الناس دي كلهم ما شاء الله، يعني انت شايف الناس بتصرف يعني الجمهور دي ما حصلتش. طب اغني اغنيه من افحبه اللي انت غنيتها. لا انت مش هندخل في طرب. حمادة يلعب. ايوه حمادة يلعب، حمادة يكسب. طبعا يعني ما حدش عارفها الاغنيه ولا عارفينها؟ هيطلعوا احمد صوته حلو على فكره، صوته حلو يا احمد. والله ما فكرتش تعبي شريك. ما عندكش نشاز في الموضوع؟ بالعكس مش مساله نشاز، بس انا يعني موقفي صعب قوي يا جماعه. يعني انا يعني كمستمع بحب صوت ديانا جدا، فموقفي محرج قوي يعني، بس ربنا ساتر. 10 على 10 ما تساليش الباقي، بس انا عايز تحفظني نن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 
هي بتقول فيها ايه بقى بالراحه كده؟ اقول لك حالا. انا دي هي كانت الحان الله يرحمه رياض الهمشري، الله يرحمه، كلمات ايمن بهجت قمر. وكانت مشكلتنا في الحته دي بصراحه يعني رياض الهمشري كلمني مره الساعه 3 الصبح، قال لي انا خلصت الاغنيه بس شكلي هعيدها، هعيد الحانها تاني يعني. قلت له ليه؟ قال لي فيها حته صعبه، الكلام بسرعه قوي وعايزه نفس طويل. فقلت له طيب انا جاي لك دلوقتي حالا، ونزلت رحت له فسمعها لي، عجبتني قوي، فبقيت مصر انه ما يغيرهاش يعني، مش عايزه يغيرها طبعا. فغنيتها هي الحته بتقول الواد حماده في ليله، الواد حماده بقى بيه الفقر هيله بيه، راح خلاص مأسوف عليه،
حمادة حلته في عزبة بكرة يبقى عنده عزبة، دي حقيقة ولا كذبة؟ حد يشوف لي أي حتة أي مكان يقرصني فيه. يا سبحان الله. والاول مره في السواريد بتنزل ترجمه الاغنيه. ايوه انا نفسي بقى، انا نفسي تشوف حمزه وهو بيغني الحته دي بيعمل ازاي. انا عندي حمزه عنده سنتين فيجي عند الحته دي هو يعرف يقولها، ما بيقولها كده باداء طفولي، ويجي عند الحته يقول ابايا بايا 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 بايا. بس انت يمكن هتفتح معنا سكه انه انت من الفنانين اللي ممكن قوي يبقى فيه كيمياء وانسجام مع الاطفال. لا وشك زي ما بيقولوا بيبي فيس. طفل كبير فعلا. طفل كبير. فكرتش في حاجه بجد عمل فني يبقى نفسي بصراحة للأطفال. نفسي. يمكن ما كنتش مهتم قوي بالحكايه دي لغايه ما بقى اهتمامي الاول دلوقتي من بعد حمزه. الاطفال بقى شغلي الشاغل يعني. يمكن الاستاذ سيد حجاب الشعر الكبير قال لي جمله عمري في حياتي ما هنساها، اول ما خلفت حمزه، طبعا مش انا اللي خلفته، مامته. قال لي اخيرا لقيت حد من دورك تلعب معاه. الجمله لفتت نظري قوي، لان اكتشفت ان انا بروح البيت اسحف على الارض واتمرمغ في النجيله بتاعت الجنينه، والله العظيم. اكتشفت فعلا ان انا طفل فعلا. واضح يعني. انه حمزه اللي هيبقى في يوم من الايام باباك، مش انت طبعا. هم اللي هيربونا ان شاء الله يعني. طب اقول لك حاجه، اهالينا ما عرفوش، هم بقى ان شاء الله يعرفوا. ايه اللي انت شفت ناقص حمزه يشوفه بالنسبه لاعمال الاطفال عشان كده فكرت انك تعمله له؟ والله لسه يعني. يمكن حمزه طبعا ادراكه دلوقتي، طبعا اي حاجه بتتحرك قدامه فيها الوان مبهره ولا حاجه بيتشدلها. لو في مزيكا او برومو، في مزيكا كاتشي كده بيبلم قدامها، ما عندوش هو ادراك هو بيتفرج على ايه، باستثناء لما طبعا بيشوفني في التلفزيون. طبعا جات له فتره كده كان هيتجنن يعني، ان هو قاعد بيتفرج على التلفزيون ويروح بص كده جنبه. مش فاهم ايه اللي بيحصل يعني، فاهم؟ بيعمل عتيب. فبقى اول ما يشوفني بس في تلفزيون بابا بابا، وقعد فتره يشوف الفنان الكبير يحيى الفخراني يقول بابا بابا. قلت له لا ما تستهبلش بابا. لا قلت له لا يعني مش انا اصرف عليك كل المصاريف دي وتقول بابا لحد تاني. ديانا ايه رايك بقى نسمع منك حاجه قبل ما نكمل كلامنا ونستكمل سواري معاكي النهارده؟ يا ريت بصراحه. هي هتبتديها خليجي ولا مش خليجي؟ لا هنبتديها مصر. هتبتديها مصر. يلا. مشاهدينا مساء الخير، ورجعنا لكم مره ثانيه ومكملين سواريه النهارده مع احمد رزق وديانا كرزون. ديانا هنيجي دلوقتي لماذا لو، ونبتدي بيكي ونقول لك ماذا لو عرفتي ان علاقتك في الوسط الفني باصدقائك والفنانين والفنانات زملائك ابتدت تتاثر، وعرفتي ان السبب في ده واحده من صديقاتك المقربات ليكي، تتصرفي ازاي معاها؟ عادي، لانه عن جد يعني هاي الايام، او هذه خلينا نقول الايام اللي عم نمشي فيها بطلت زي زمان، فانه عادي انه يكون عشره عمر مثلا انت وشخص او انتيمه لإلك مثلا خلينا نقول، وتغدر بيك. عادي جدا، انا بقول لها شكرا، ويعني ما عندي استعداد انه اعاتبها باي شيء، وخلص بنسى الموضوع، لانه يعني هي يعني اذا اجت الموضوع من اقرب ناس لإلي فكيف بده يكون الغرب؟ فبقول لها شكرا. طيبه قوي. طيب وانت في نفس الموقف يحصل ايه من احمد رزق؟ اولا هقعد لي مثلا ست شهور مخضوض، لان انا مهما بيحصل لي كل مره اقول خلاص انا مش هتصدم، بقى بتصدم برضه يعني، بتصدم، وكل مره صدمتي بتبقى قاسيه قوي. لكن صدماتك كتير؟ صدماتي كتير، وبتصدم في ناس قريبه، وبتصدم في ناس كنت مديها ثقه قوية جدا. بعترف ان مرة عن مرة حجم الصدمة بيقل يعني، عبال ما يبقى عندي 60 سنة كده ممكن. ممكن تخليني اسألك سؤال، هل الصدمة دي داخل المجال الفني ولا على المستوى الأصدقاء خارج المجال الفني؟ والله الاثنين. الاثنين، لأن أنا عندي الاثنين مرتبطين ببعض يعني. أنا أصدقائي معظمهم جوه الشغلانه يعني، بس اللي بيوجعني قوي العلاقات الانسانيه، مش الخلافات الفنيه اللي جوه الفن يعني. اكتر حاجه بتوجعني
العلاقات الانسانيه بين الناس وبعضها، خاصه الناس اللي بتبقى قريبه، قريبه قوي يعني، فبتبقى الصدمه قاسيه شويه. ماذا لو عرض عليك فيلم ثقافي، فيلم ثقافي بنفس الابطال، انك تعمل منه جزء تاني في الوقت الحالي بنفس المؤلف والمخرج طبعا ونفس الزملاء الابطال؟ موافق جدا. ديانا، ماذا لو انا اعرف انك انت بتحلمي بانه فارس احلامك يبقى عنده شخصيه سي السيد؟ مظبوط، صحيح. مفيش بقى اب مزاجي والجو ده ساعتها. يعني هو سي السيد بس على مودرن. طب قولي ماذا لو سي السيد ده طلب منك تسيبي وتتركي الفن عشان تتفرغي لحياتك ولبيتك؟ شوف، انا هجاوبك يعني بطريقه، مشوف، ما هو الفن يعني مش دايم لحد، اوكي؟ وانا كمان يعني حلمي يكون عندي عيله واولاد، لانه هم الفاضلين اللي بحياتي. الفن اكيد راح اوصل لسن معين راح احترم حالي واحترم جمهوري اللي شافتني بصوره حلوه، ما بدي تشوفني بصوره مش كويسه يعني. فهم الفاضلين اللي بحياتي، فاكيد لازم هو يكون مراعي هذا الموضوع، انه انا بالنهايه اكيد راح اوقف لسن معين، لانه انا باخذ الطاقه منه. يعني انا اذا راح اتزوج وبدي اغني راح اخذ هاي الطاقه منه، وراح يعني ياخذ كل حقوقه كزوجي يعني. بس بالنهايه انه ما يمنعني على الشيء اللي انا بحبه، هو لو بحبني ما راح يمنعني من الفن لانه انا بحبه. والله جت يا نجله فكرة ماذا لو لأحمد رزق، ماذا لو حمزة طلب منك أنك تتجوز تاني يا بابا؟ مش هيطلبه على فكرة. حمزة تتجوز تاني يا بابا؟ بص، أنا حمزة أهم حاجة عندي في حياتي. بص، فهو هترد عليه، ما أقدرش أرفض له طلب. ما أقدرش حمزة يطلب مني طلب ما نفذوش يعني. لا، ما أقدرش طبعاً. بقى نكلم مامة حمزة بقى نشوف الموضوع ده معايا. طب ماذا لو حمزة خلص ثانوية عامة واختار إن هو يسافر في الخارج ويعمل في الخارج وما يكملش تعليمه؟ ما يكملش تعليمه ويسافر للخارج ويشتغل في أي شغل. أنا بصي، أنا هتمنى وحسعى إن أنا أربيه بشكل إنه ما يوصلش لليوم ده. يعني حلمي ان انا اربيه بشكل جيد ثقافيا ودينيا واخلاقيا بكل الطرق، يعني انه ما يجيش اليوم اللي يقول لي بابا انا مش عايز اكمل تعليمي وعايز اسافر بره. يعني لو افترضنا ان اليوم ده حصل، هقعد معاه مناقشه طويله جدا، هحاول اقنعه بوجهه نظري، وانه على الاقل لازم يكمل تعليمه لو حب انه بعد كده يسافر يشتغل في اي حته، يشق طريقه زي ما بيقولوا، زي ما هو عايز. هقنعه بده على قد ما اقدر، لكن انا جوايا مبدا ابويا رباني عليه، هحاول اربي عليه حمزه. أكيد. ان انا مش هقول في يوم من الايام انا نفسي حمزه يطلع كذا. وانت عمرك ما خططت له ولا تخيلت له اي حاجه؟ اكيد كل اب بيقعد بيقول لا 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 نفسي. لا لا. جايز يبقى جوايا احلام انا جوايا خاصه بيا، لكن عمري ما هقولها له. ايه، لسه ما اتكونتش حاجه. لو هو حب يكون امتداد لاحمد رزق، لو حب يدخل مجال اللي الفن، اللي هيحبه انا هوافق عليه. عندك شطاره. اللي هيحبه انا هوافق عليه. شو قال لك؟ لو طلب اتجوز واحده ثانيه هيدا اي حاجه هيطلبها هعملها له. اللي هو هيحبه انا هوافق عليه. جايز انا من جوايا ما اتمناش انه يدخل الوسط الفني. مش بعيب في الوسط الفني، لكن الناس مش متخيلة قد إيه الشغلانة دي مرهقة عصبيا ونفسيا وذهنيا بشكل غير طبيعي. الواحد بيقعد على أعصابه في كل مراحل العمل. مرحلة التحضير أنت على أعصابك، مرحلة التصوير نفسها أنت على أعصابك، مرحلة البوست وانتظار العمل عشان يكتمل أنت على أعصابك، مرحلة العرض والجمهور والسينمات وشباك التذاكر أنت على أعصابك، مرحلة النقد والكتابة واللي قال واللي غلط واللي كتب وهو ما شافش، يعني كل الوقت أنت على أعصابك. قوم من على أعصابك شوية. فبجد حاجة قاسية جدا. أنا ما أتمناش أنه هو يخش في المجال ده ويكمل. لو هو اختار ده هتوافق شيل بقى. ده انا ماذا لو قول قولي. انا عايزكم بس ايه تاخدوا على بعض يعني. احنا واخدين على بعض من زمان. عارف انا بهزر. ماذا لو عجبتك اغنيه قوي ودخلتي سجلتيها والاغنيه ظهرت للناس، وبعد ما اتعرضت او اتسمعت اوديو سمعتي ان في هجوم عليكي من فنانه تانية قالت ان الاغنيه دي بتاعتي وسجلتها قبل ديانا كرزون؟ يعني سجلتها وخلصت؟ عادي. هي حصلت معاكي قبل ان انت اخذتي اغنيه او ما اخذتش اغنيه من حد، وصار في سوء تفاهم يعني. طب حد اخذ اغنيه منك؟
لا سوء تفاهم انه يعني انه هو كان سمعها اوكي، بس انا اخذتها والتنازلات يعني صارت عندي وانا غنيتها وطلعت للناس والناس حبتها، فطلع بالصحافه وعلى التي في مباشر قال ان الاغنيه هاي لي. ف يعني انا احنا بورشات العمل بنقعد وبنسمع اغاني كثير 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 كثير، ممكن ما نختارش ولا اغنيه او نختار اغنيه ونطلع بعد فتره نسمعها على التلفزيونات، فبقول انه هاي الاغنيه انا سمعتها بس مش هطلع على التلفزيون اقول هاي الاغنيه لإلي. هي مش من حقي الا لما يكون في تنازل معين لإلي، بس عادي يكون ردة فعل كثير طبيعي عادي. احمد، ماذا لو بعد ما قدمت فيلم من افلامك اللي انت راضي عنها ومبسوط وحاسس ان كل الناس بتتكلم عنها برضا وجمهورك فيه وحققت ايرادات، وفي حين ان النقاد بتنتقد الفيلم بشكل حاد جدا؟ والله هزعل وهتضايق لحال النقد. لأن أنا بعتبر أن الجمهور هو الناقد الأول والناقد الصحفي هو الناقد الثاني. مش كل حاجة بتعجب الجمهور بالضروري تبقى مظبوطة وسليمة. للأسف يا أبو حميد أصبحت المسألة عكسية، يعني أصبحت ارتباط عكسي، أن اللي بيعجب النقاد ما يعجبش ما بينجحش، واللي بينجح ما بيعجبش النقاد. فبقت المسألة دلوقتي أوتوماتيك، القارئ بيمسك جرنان لقى فيلم مشتوم بينزل يروح، فاهم؟ لقى فيلم مشكور فيه كويس يقول لك يا عم ده فيلم نقاد ومش هروح. فيلم مهم. فالواحد طول الوقت بيحاول يوزن المسألة انه يعمل عمل يرضي الطرفين يعني. لكن لو ده حصل هتضايق طبعا لحال النقد اللي وصلنا له، وحفرح بان الفيلم نجح ومحقق ايرادات. يمكن هاي الثقافه صارت احمد، يعني وصلنا ان ثقافه الناس صارت تحب الافلام الشعبيه، الافلام اللي فيها رقص وغنى، وتركت الافلام اللي فيها موضوع انساني او موضوع مهم. انا اللي استغربت منه هي دي وجهه نظر، هي دي يعني وجهه نظر الفئه الشعبي او اللي فيه حركه او كوميديا انه ده الناجح اكتر من اللي كان زمان عندنا مشكله يعني. فيلم المهرجانات هو فيلم مش جماهير، هو ايوه ليه ما اعرفش، مع ان العكس دولي بياخد وبيسافر برا. فشو يعني بس هو الاول لازم واحنا داخلين نعمل فيلم نتفق احنا بنعمل الفيلم ده لمين. لمين؟ صحيح صح. اذا كنت انا بعمل الفيلم جمهور جمهور إيه؟ مين جمهورك؟ لا يعني لا مش لمين من ناحيه الجمهور، لمين من ناحيه ايه؟ انا اوتوماتيك انا بعمل الفيلم ده للجمهور. اي فيلم هخش اعمله انا بعمله للجمهور، لان الجمهور ده هو الضلع الثالث في العمليه الفنيه. وفي فئه مثلا للجوائز، في فئه بالظبط ما ينفعش اعمل عمل واغفل عن الجمهور. بس خليني اسال حاجه، في حاجه اسمها بتقول فعل الجواز، في حين ان بره في امريكا بالتحديد يعني مثلا احنا بنعمل افلام ما بيحددوش ان ده للمهرجانات. ايوه بالعكس، ده فيلم المهرجانات هو اللي بيحقق مبيعات اكتر. لا احنا لو هنتكلم عن امريكا يبقى نسيب الفن ونقفل البيت في كل حاجه بقى. لا نتكلم على كل المستويات، ما هو احنا ظروفنا اقتصاديا غير ظروف امريكا، ثقافه مصر غير ثقافه امريكا، ثقافه الوطن العربي عموما يعني. بس انا بتكلم على المفهوم ان فيلم المهرجانات اللي بياخد جوائز بيتسوق في الميدل الايست او في الشرق الاوسط بشكل حاد جدا. بصي انا رايي ان حل المشكله دي، لان هي فعلا دي مشكله، يعني يمكن زي ما هي قالت فعلا في مشكله في الثقافه، في مشكلة حقيقية في الثقافة. أنا بلوم على المنظومة التعليمية في الوطن العربي كله مش في مصر، بلوم على المنظومة التعليمية. ليه؟ لأن الفن دي حاجة مهمة جدا يا جماعة، سواء غنى سواء سينما سواء فن تشكيلي سواء أي ما يكون نوع الفن اللي بيقدم، لكنه في النهاية تحت مبدأ فن. فما المانع من إن يبقى في مادة من ابتدائي، من ابتدائي الطفل بيدرسها اسمها فن، مش بالضرورة يطلع فنان لكنه هيطلع متلقي جيد للفن. صحيح، لو ما طلعش فنان هيطلع متلقي جيد للفن. فأنا بلوم على المنظومة التعليمية، واللي يزعل يزعل. صحيح. يعني احنا اتكلمنا عن التعليم وهنكمل كلامنا كمان مع رزق عن الكورة، عشان هو حد من مشجعين الكرويين الجامدين قوي، بس بعد ما نسمع حاجة من دهانة. ايه رأيك دهانة؟ يلا هنسمع حاجة شوي فلكلور وقديم. يا ريت. الله يا ريت. يا ريت. وعودة مرة أخرى مشاهدينا طبعا مع سواري، ومازال معانا أحمد
ومازال معانا ديانا. اهلا بيكم. اهلا اهلا. يعني الحقيقه وسط البريك كان في حوار في الكوره جامد قوي بين ديانا كرازون وبين احمد رزق. انا هخليها تتقمص تاني شخصيه المذيعه وتسال نفس السؤال اللي قالته للفنان احمد رزق. احمد رزق اتفضلي يا فندم. قول لي قولي الاجابه الصحيحه لها. لا 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 شفت طلعت قول لي دي. كم من مره تغير شعار النادي الاهلي؟ واول شعار للنادي الاهلي كان شكله ازاي؟ بص مبدئيا بس أنا جاوبت. انت انا هقول اهو انا هقول اهو مبدئيا بس هي جاوبت يا جماعه في البريك وانا فرحان فرحه بجد لان هي مش مصريه وبتحب النادي الاهلي وحافظه تاريخ النادي الاهلي وده اكبر دليل على ان النادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا جدا. يعني هي قالت لي معلومه انا ما كنتش اعرفها ان اول شعار للنادي الاهلي كان علم مصر علم مصر القديم صحيح. فدي معلومة مهمة. أحمد زملكاوي. ما أنا عمال أدوس عشان أضايقه. يعني هو طبعا يعني أتمنى أنه أو شرف لي أن أكون زملكاوي بس مصر كلها عارفة أن أنا أهلاوي فما ما مش هتحاولي توصلي للنقطة دي. نرجع بقى دلوقتي لبعض الأحاديث الصحفية وبعض المنشطات الهامة وهنتكلم عن المنشطات. من ضمن المنشطات اللي انت قلتيها وعلى لسانك الحب العاطفي مش موجود في حياتي. ما المقصود بالحب العاطفي؟ الحب يعني الحب العاطفي لا الحب موجود في حياتي. الحب العام موجود في حياتي. بحبك بحب مصر بحب الأردن بحب أهلي بحب أهلي. كل بحب الأهلي طبعا جدا بحب كل الناس بس البرايفت لسه كشخص لإلي لسه ما. أحمد ليك تصريح وكلام على لسانك بتقول فيه إن مسلسلات السيت كوم مسلسلات ما فيهاش موضوع عشان كده أنا برفضها. مظبوط. هل ده الكلام فعلا اتقال كده وإيه اللي خلاك تغير رأيك في الوقت ده؟ بص هقول لك على حاجة. أنا كانت التغيير كان جاي لي من منطلق إن أنا في التلفزيون تحديدا ما عملتش كوميدي. فأنا ما كانش عندي دراية كاملة بالسيت كوم. ما كانش عندي يعني كان عندي إحساس إن السيت كوم اللي أنا بتفرج عليه ده مش هو ده السيت كوم اللي مفروض يتعمل يعني. في الفترة اللي فاتت دي وعن طريق أصدقاء ليا اتفرجت على أكتر من سيت كوم معمولين برا. ليهم فورم موحد ليهم شكل معين ليهم فريم ما ينفعش يخرج براه وكل حلقة فيها شو فيها إبهار وفيها فكرة. فيمكن ده اللي أنا لقيته في السيت كوم اللي أنا هعمله. فحسيت إن إيه موضوع دمه خفيف أقدر أقدم من خلاله كوميديا مختلفة أعمل كاركتر شخصية غريبة. يعني فوقش ده مش هيبقى كده زي ما أنت شايف خالص. فوقش ده له باروكة وله شعر وله سنان وله طريقة في الكلام وله طريقة في المشية أنت عموما ما عندكش يعني مشكلة إنك أنت تقول حاجة وتتراجع فيها لو حسيت إنه الوضع يحتمل انك تغير وجهة نظرك او تعترف بغلط؟ لا طبعا. ما انا هقول لك على حاجة. انا قلت ان انا مش هعمل فيديو اصلا السنة دي. يعني في تصريح ليا في اكتر من مجلة ان انا مش هعمل فيديو اصلا السنة دي ورجعت في كلام. يعني ما فيش ما يمنع من انك تقول تصريح انت مقتنع بيه جدا ساعتها ولكن الظروف تتغير فتغير وما تنكرش بقى وتقول لا انا ما قلتش الكلام ده. لا هتنزل المره لا في حاجات بتحصل متغيرات. يعني انا هو شاف حاجه كويسه فاكيد. لا بعيدا كمان عن اني شفت حاجه كويسه انا كنت مرتبط بتصوير في الفتره دي ان انا هبقى في الفتره دي في شهر مارس بصور فيلم فما كان من المستحيل ان اقدر اصور مسلسل او سيت كوم او فيديو بشكل عام. يعني لما حصل ان ما فيش تصوير في الفتره دي والتصوير اتاجل لشهر 6 فبالتالي انا برضو يعني لازم يعني هشتغل يعني لازم اشتغل شغلتي. انا لما بقعد كتير ما بصورش بيجيلي اكتئاب. يعني مش شرط اصور على فكره يعني لما بقعد كتير لازم ابقى ان بروجكت يعني لازم بيقرا حاجه يا بيحضر لازم يبقى في مشروع بحضر بذاكر بحفظ بجتهد بنزل ابص على حاجه عشان اعمل الشخصيه دي يعني ابقى جوه مشروع. لو انا مش جوه مشروع بيجي لي اكتئاب فعلا. ديانا قلتي في تصريح قبل كده راغب علامه استاذ وساعدني في ان انا اقف قدام الاشاعات. مش متذكره يعني هذا الموضوع بس استاذ راغب علامه اكيد هو استاذ كبير واكيد احنا زي ما بقول تربينا على فنه وتربينا على جيل. واخر حفله التقيت انا وياه كان عندنا حفله في البحرين وهو انسان رائع جدا انسان
بكل معنى الكلمة خلينا نقول نجم وستار زي ما لقب بسوبر ستار يعني. ايه هي الاشاعات؟ في كثير اشاعات بتطلع علي صراحه، كثير 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 يعني، من اكثر من ناحيه كلياتها. طب انه اخذ قولي لنا اكثر اشاعه طلعت على ديانا ضايقتك، واكثر اشاعه طلعت عليكي تمنيتي انها تكون حقيقه، خبر حقيقي مش اشاعه. اللي تمنيته انه يكون حقيقه انه انا انه تجوزت وعندي بنت. انا بحب الاطفال يعني كتير كتير كتير. اشاعه في الجواز مسهله، لكن اشاعه ان عندك بنت دي اللي يمكن صعبه شويه. حتى في بعض الصحفيين انه كانوا يسالوني عنها، لدرجه انه هن متاكدين من الخبر 100% انه انا متزوجه ثري عربي وعندي منه طفله، انه هذا قبل ما ادخل المجال الفني. ما في ولا اشاعه زعجتني بحياتي، وأنا صريحة زيادة عن اللزوم، وزي ما بقولوا رأيي مكشوفة للكل، وما في حدا ما بيغلط، وبحكي يعني عادي، يعني زي ما بقول مرات أنا بحكي شغلات تكون كتير طبيعية فبتتبلور خلينا نحكي، أو بصير عليها منشطات كبيرة فبتنفهم غلط. يمكن أنا طريقة حكي بتبين للناس مرات بمواقف إنه هي حكت كلمة غلط أو كان مفهومها غلط. ده كلام على لسانك عن سوبر ستار كبير زي رغب علامة، لكن لو كلمنا عن المطربين والمطربات اللي من جيلك، قلتي أنه لن أتكلم عن سعود ورويدة وملحم، ومن لا يسأل عني لن أسأل عنه. أنا بعمري ما جبت أسامي يعني بلقاءاتي، بعمري ما جبت أسامي حد. تلاقي مثلا هو الصحفي سألني فأنا برد بس بدون ما أحكي أسامي. طبعا رويدة وسعود وبلحم والناس الكليات اللي كانت معي بسوبر ستار هم اخوان مش اكتر، قضينا يمكن احلى ايام حياتنا خلينا نقول بالسوبر ستار، وانا كنت صحبه مع الكل. كان في كتير يعني نزاعات بين اكتر من حدا من الجروب، بس انا كنت احبهم كلهم، بس ولكن انا جاي على هدف، وهدفي كان هو محبة الناس ومش لقب سوبر ستار العرب. في فرق، أنا كنت جاي عشان أقدم صوتي لهدول الناس، والناس حبتني وعطتني لقب سوبر ستار العرب فلازم أحافظ عليه. بعد هيك إذا النفسيات تغيرت أو هم فكروا أنه أنا بقيت نجمة كبيرة وصار معي بديغاردية ومدير أعمال وبقيت مع شركة كبيرة، أنه هذا بيمنعني عن صحبتهم، بقولهم أنه أبدا يعني بعمر العشرة ما يعني ما فرقتها شغل. أحمد، سرحت على لسانك بمقولة بتقول أفلامي تنجح بعد عرضها على شاشات التلفزيون. تعليقك؟ تعليق إن شاشة التلفزيون ما بيبقاش فيه بينها وبين المتفرج وسيط مباشر. مباشر، لكن يمكن دور العرض بيتحكم فيها بعض الشركات وبعض الأهواء وبعض العلاقات. يعني ممكن يبقى فيه مثلا فيلم بيعرض النهاردة في دور العرض والناس تروح تاني يوم عشان تدور على الفيلم ما تلاقيهوش. دي حصلت معاك يا أحمد؟ بتحصل طبعا، بتحصل يعني في بعض الأوقات بيبقى فيه حاجة على حساب حاجة، يعني فيلم على حساب فيلم، ظروف السوق نفسها. يعني ساعات اللي بيعمل كده كمان ما بيبقاش قاصد يضايق أحمد، أو ما بيبقاش قاصد يضايق صناع الفيلم ده، لكن بتبقى ظروف السوق. يعني ان الفيلم ده لازم يتشال من هنا عشان هينزل فيلم بعد متكلف 20 مليون جنيه، فلازم ينزل عشان يلحق يلم فلوس، فده فيلم مش مصروف عليه 20 مليون جنيه قوي، لكن خلاص هو كده كويس. يعني بتحس ان في تكتلات في الوسط، بتحس ان في مش بحس، دي حقيقة. ده حقيقة طبعا، ده درك في وقت من الاوقات او حسيت انه معمولة حاجة ضد احمد رزق عن عمد؟ بص، ما اعتقدش ان هي عن عمد، يمكن الحمد لله انا علاقاتي بكل الوسط جيده، لكن ضريت بس مش عن عمد. يعني زي ما بقول لك كده، بتبقى ظروف بتحكم السوق. إن, ان 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 لازم فيلمك يتشال، يعني هتعمل ايه؟ فيلمك لازم يتشال عشان في فيلم تاني لازم ينزل دلوقتي عشان يلحق يجيب كم معين من الإيرادات فيغطي تكلفته، يعني بتبقى ظروف سوق هي اللي بتحكم. لكن وقت ما الفيلم بيتعرض في التلفزيون خلاص اتشال هذا الوسيط، بقى منك للناس، يا تعجبهم يا ما تعجبهمش. ده أنا قلتي على لسانك لن أستخدم جسدي في الغناء، مطلوب توضيح. توضيح أكتر من كده؟ واضحه يعني معروف ان الغنى ادواته هو الصوت والكلمه واللحن، ده البديهي عند الناس، يمكن جد عليهم الصوره
فيديو كليب، لكن ما كانش فيه ابدا لغه الجسد عند المطربات. انت قلتي ده وكانه بقى هي دي اللغه السايده. ما ممكن هاي اللغه تكون اللغه الاساسيه مش موجوده عندهم. يعني دي اللغه الانجليزي، فاللغه العربي مش موجوده عندهم، فلازم يغطوا زي يعني لازم يغطوا شيء على شيء. فبكون هم فايتين، عندهم هدف انهم يتشهروا، عندهم هدف انهم يقدموا صوت كويس، عندهم هدف انهم بس يعملوا شو لاهداف ثانيه طبعا. فاكيد انا مش هدفي انه اقدم جسد، خلينا نقول انا فايت اقدم صوت. وبرضو انا يعني بالكليبات مش ناشف، لا برقص وبهزر وبلبس بس كل حاجه ليها حدود، خلينا نقول. حتى بالمهرجانات الكبيره ستايل الفستان لازم يكون بهذا البلد في له احترامه، بهذا البلد في له احترامه. يعني كل بلد وكل حفله وكل لقاء وكل شيء في له، خلينا نقول يعني الحدود تبعتها، وانا كثير عندي حدود بهاي الامور. احمد صرحت وقلت جئت في مسلسل هيما بدلا من كريم عبد العزيز وليس بديلا، احكي لنا القصه وايه اللي خلاك تصرح بكده. بصي، هو انا قريت طبعا المانشيت ده، انا مش فاكر اني قلت الجمله دي صار يعني بالشكل ده، لان انا مش فاهم الفرق بين البدل والبديل. يعني عايزين نسالك عن انا سالت برضه نفس السؤال، بس انا عشان قريت الموضوع فلقيت ان انت كاتب بتقول ان هيما اتكتبت لكريم عبد العزيز، فانت قلت لا هيما ما اتكتبتش لكريم عبد العزيز. انا قلت ده بقى بدل وبديل. بصي اقول لك انا على حاجه، اللي حصل ان المشروع ده كان فعلا كريم عبد العزيز من حوالي 5 سنين تقريبا، وكان اللي اتكتب من الحلقات في أثناء وجود كريم كان 4 حلقات بالضبط. يعني انا اتفاجئت بالاستاذ جمال عبد الحميد، كلمني انت في البيت انا جاي لك، قعدنا قال لي خد اقرا ال4 حلقات دول وقول لي ايه رايك اذا كنا نعمل مسلسل ولا لا. فمن على الورق قريت هيما، انا عارف ان هيما بتاع كريم عبد العزيز، فقلت له ده مش ده كريم، قال لي ما هو كريم اعتذر. قلت له طيب بعد اذنك انا مش هقرا غير لما اكلم كريم، يعني كريم صديقي، العلاقه بيننا تسمح ان انا اكلمه واقول له ايه انت اعتذرت فعلا انت، ومش بكذب حضرتك يعني انا متاكد انه اعتذر، لكن اخلاقيا واخلاقيات المهنه بتقول كده، ادبيا ان انا لازم اكلم كريم. وفعلا كلمت كريم، فكريم قال لي انا فعلا انا عندي تصوير وداخل اصور ومش هقدر اعمل المسلسل ده، وانا اصلا شايف ان انت انسب واحد تعمل هيما. فقلت له طيب انا هقرا الحلقات اللي عندي وهكلمك تاني اقول لك اذا كنت هعمله ولا مش هعمله. قال لي لا لازم تعمله لانه فعلا شبهك بالظبط، يعني لايق عليك قوي. ورجعنا اشتغلنا على الحلقات من الحلقه الاولى، كان بلال رجع تاني بقى، بلال فضل رجع من الاول اشتغل، وبقينا نستلم منه حلقه 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 حلقه. بلال كان بيكتبها وهو عارف ان كريم هو اللي هيعملها لغايه الحلقه الرابعه، وبعدين رجعنا تاني من الحلقه الاولى واشتغلنا بقى من اول ما انا بقيت في المشروع. يعني بمناسبه كلام عن هيما وعمل حصل عليه كلام بين اسمك وبين اسم الفنان كريم عبد العزيز، ليك تصريح تاني ليه علاقه بفنان تالي ليه مكانه كبيره جدا عند كل المصريين وعند كل العرب، هو الفنان علاء ولي الدين. قلت عفوا انا لست امتدادا لعلاء ولي الدين. يهمني اعرف ليه قلت الكلام ده، وهل بتشوف انه الفنان لما يكون امتداد لنجم كبير كان سابقه بشويه صغيرين او حتى من جيل الرواد زي ما بيقولوا ان دي تبقى في مشكله فيها؟ لا مش مشكله خالص. يعني بص هقول لك على حاجه، اللي الناس ما تعرفوش ان الله يرحمه علاء ولي الدين كان صديق شخصي بشكل غير طبيعي. يمكن بشكل شخصي نجله تبقى عارفه الحكايه دي، ويمكن بشكل شخصي كمان يعني مش هقوله كسر، لكن انا عايز اقول لك انا تقريبا اللي بلغني ان علاء توفى كان احمد، كان اول واحد. يعني انا تقريبا يوميا مع معتز ولي الدين الاخ المتبقي من اسره علاء ولي الدين، ان انا كل اسبوع بشوف والده علاء ولي الدين اللي هي والدتي، انا بعتبرها والدتي، يعني لازم بينا تليفون بشكل لو يعني يوم او يوم لا، يوم او يوم لا لازم اكلمها. اولا بتديني باور، ويعني بحس ان فعلا في خير في الدنيا. يعني يمكن انا والدتي ربنا يخليها لي بحتاج مشوار عشان اوصل لها، انا والدتي في اسكندريه، بروح لمامة علاء بقعد معاها
بستشرها، بخليها تدعي لي. يعني العلاقة بيني وبين علاء لا تستحمل أي مزايدات خالص. التصريح الحقيقي اللي أنا قلته أني لن أستكمل عربي تعريفة اللي كان بيعمله علاء ولي الدين. ده اتعرض عليا بالفعل وأنا ما رفضتوش لأسباب ممكن تيجي في دماغ أي حد، لكن أنا تخيلت أن هقف في هذا المكان وتخيل أن علاء كان واقف هنا، مش هعرف أشتغل. أكيد فعلا مش هعرف أشتغل. فكانت الحزبة بالنسبة لي حزبة إنسانية بحتة، لكن أنا ما أقدرش أقول عفوا أنا لست امتداد لعلاء ولي الدين، أنا من عشاق علاء ولي الدين، أنا من جمهور علاء ولي الدين، أنا أتمنى أن أكون امتداد لعلاء ولي الدين. اسمع بجد بجد، ده سبيشال ريكويست ليا يعني، ممكن عايز اسمع اغنيه تنساني ما بنساك، ايه رايك؟ سلام يا سلام. مساء الخير مشاهدينا مره تانية، ومكملين معاكم احلى سواري. بجد النهارده سواري متميز جدا مع احمد رزق وديانا كرزون. حقيقه يمكن هنحاول نقرب منهم هم شخصيا دلوقتي، وفي لحظات كتير يمكن يا نجنة الواحد بيحس فيها انه حياته اتغيرت، تفكيره اتغير، نظرته للامور اتغيرت. انا اعرف يمكن اللحظه دي عند احمد رزق وعند برضو ديانا وعند ديانا وعندي نبتدي على فكره وعند برضو كلنا اتغيرنا كلنا اتغيرنا ما شاء الله. انا زي ما انا انت لاحظ التحول من الزمالك للأهلي دي تغير طبعا. أحمد حمزة غير فيك حاجات كتير قوي. هي يمكن الأبوة والأمومة مشاعر بتيجي فجأة والواحد بيحس معها أنه تغير ونظرته الأمور طبعا. حمزة غير فيك. أنا أكلمك عن الأبوة طبعا مش عن الأمومة. بص أنا كنت واخد المسألة عادي، اللي هو يعني عادي سنة الحياة، جوزت وخلفت لغاية في لحظة معينة وقفت عندها وصرحت. ناس كتير ما بتقفش عندها بس أنا وقفت عندها. يوم ما رحت عشان أطلع شهادة ميلاد حمزة، فادوني الأوراق عشان أملاها، فالأول مرة في حياتي أكتب اسم قبل اسمي. فرحت سايب القلم من إيدي وصرحت إنه قبلي، يعني أنا طول عمري بكتب أحمد، يعني أول حاجة بكتبها في أي بيانات بملاها أحمد، لكن النهاردة في حاجة قبل أحمد، يعني لقيت نفسي بكتب حمزة أحمد، فقلت خلاص هو كده بقى قبلي في كل حاجة في اهتماماتي، في تفكيري، في نظرتي لبكرة، في خوفي من بكرة. يعني بقيت النهاردة لما أجي أسرح في بكرة أخاف عليه الأول وبعدين أفكر في نفسي، أفكر في مستقبله وبعدين أفكر في مستقبلي. فتحديداً اللحظة اللي أنا كتبت فيها بيانات شهادة ميلادة حمزة هي دي اللحظة اللي وقفت عندها واكتشفت أن أنا ما بقيتش بشتغل لنفسي، واكتشفت أني ما بقيتش بعيش لنفسي، اكتشفت أن بقى في حد تاني أهم مني في حياتي. ديانا عندك يمكن مش بنقول هو دي طريقة أو أسلوب، أنت لما تيجي تعاقبي حد بترفضيه او بالمعنى الاصح ما بتواجهوش، بيبقى دايما عندك تتجاهل، بتهمليه اكتر، ليه ما بتواجهيش؟ ليه دايما عندك الرد هو الاهمال؟ لا اوشي بحسسه انه هو اكيد غلطان 100%. اوكي ممكن بواجه بامور معينه، امور بتكون كبيره وواضحه ولازم يعني لازم افتح الموضوع، اما امور حكي وزي بقولوا نفسنا وحاجات كده الله 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 نفسنا نفسنا وانتخى يعني فبسيبها. بالعكس هيك انت يعني انا مش من نوعيه، شوف انا كثير عصبيه كثير كثير، بس اللي بيشوفني فكني انا هاديه كثير 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 كثير، بكون عصبيه بمرحله يمكن بعد فترة كتير كبيرة بكون حاملة 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 وبنفس يعني بوقت هيك خلص بنفجر فيه. يعني الإهمال أحسن شيء إنك أنت تهملي، بالعكس هو بتقهر أكتر طبعاً. إنه أنت تردي عليه أو أنت تجاوبي أو هيك، يعني أنا هذا بتعامل فيه بكل بحياتي، إن كان مثلاً في البيت عندي، إن كان مع أصحابي، إن كان بشغلي، بالرد مع الناس، بأي شيء. ممكن أنا أكون ماشية كتير كتير بتصير معي، ممكن حدا يرمي كلمة شغلة من هون، بعمري
ما رديت او لفيت، لا بحترم حالي لانه يعني ما عندي استعداد يمكن ارد عليه ويصير في نقاش، لا انا بحترم حالي، هذا رايه وهذا رايي، فبتجاهله بالعكس. لا التجاهل ساعات بيبقى رد قاسي اكتر اقصى من انك صحيح. على فكره هاي نعمه يعني انه طبعاً. يكون عندك قدره انك تحب. في ناس طبعاً. ما بيقدروا يناموا والله في ناس ما بيقدروا يناموا لا ياخذ، بقول لك بدي اخذ حقي، كيف حقك؟ يشتم على التليفون او يروح له يضربه او مش او يصير في نقاش حاد بيناتهم، انا لا بالعكس اكيد بتضايق من جوا بس بسيبه خلص. بس انت بتحبي ممتلكاتك قوي، بتحبي اصحابك غيوره عليهم. انا عندي اشياء لإلي بتخصني يعني من اول من ولدت، يعني مثلا اللي بحطوها على ايدي البيبي بحطوا الاسم عليها مثلا دي موجوده عندي، شغلات ما بتتوقعوها يعني. التمثيل دلوقتي بقى شهرة ونجومية وبروباغندا وأفيشات وأجور أكتر منه تمثيل؟ ده تمثيل موجود ولكنه إلى زوال. ده رأيي، إن اللي عايز 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 شهرة وفلوس هياخد شهرة وفلوس ويقعد، لكن اللي عايز الفن، الفن بيدي كتير جدا جدا جدا. اللي عايز الفن وعايز يبقى له مكانة فنية هيتعب شوية، هيعاني شوية، هيطلع عينه شوية، لكنه في النهاية هيستحق لقب فنان. يعني النهاردة واحنا بنتكلم على أحمد زكي وهو مش موجود في وسطينا لكنه موجود طبعا وهيفضل موجود. ديانا كرمك سبب لك مشاكل كتير؟ تقريباً تقريباً ممكن توصل لمرحلة الطمع، ما بحب توصل لهاي المرحلة يعني، خدي كل شيء بس إنه ما تطمعي يعني. الكرم عندك بيوصل لإيه؟ لدرجات إيه من الكرم؟ يعني كل شيء، ممكن أتحدى كل شيء عشان هاي النقطة، عشان إحنا هيك تربينا يعني. شخصية متحدية؟ أوه. يعني بتحبي تدخلي في تحديات قدام نفسك، قدام الناس، قدام أهلك؟ يعني أكبر مثال خلينا نقول مثلا تحدي إنه أنا مثلا نزلت وزني، ده التحدي اللي كانوا مثلا الصحفيين والبقالات والناس اللي كانت تحكي إنه، مع إنه أنا طلعت باللقب من البرنامج وأنا زي ما أنا شكلي زي بنت البيت يعني، طلعت لها الناس والناس حبتني هيك، وأنا بقيت سنتين زي ما أنا لفيت العالم وعملت مهرجانات وحفلات وهيك، والصحافة لسه انت حتى تحديتي وكل شيء، بس انا فرجيتهم انه انا بنفس الوقت ممكن اسير برضه رفيع. من البدايه ده انا انت تحديتي اهلك. انا عملت بالظبط. اهلك كان ليهم رغبه انك ما تدخليش المجال الفني؟ يمكن والدتك هي الوحيده اللي كانت معاكي. ماما الله يخليها يعني هي الوحيده اللي مساندتني بحياتي كلياتها، وبدونها ما بقدر أعمل صراحة أي شيء، وهي اللي تحدت كل الدنيا عشاني، فأنا أكيد فمكافأتي لإلها إنه تشوفني عم بنجح، بس هي هاي المكافأة اللي أنا عم بعطيها هي. طبعاً يعني لو شو ما أهديتها يعني، أنا عملت أغنية للأم طبعاً، بدي أقول لكل أمهات العالم كل سنة وهن سالمين يا رب، وعملت أغنية للأم طبعاً هي من إنتاج التلفزيون المصري على فكرة، أجمل أم، إنه شو بدي أهديكي؟ مش عارفة شو بدي أهديكي، لو بهديكي كل الدنيا ما بوفيكي. فهي كانت مساندة بحياتي وهي اللي حطتني على أول خط خلينا نقول، وتحدت البيت عندي يعني، تحدت بابا والعادات والتقاليد، وفرجتهم إنه الفن شيء راقي مش زي ما أنتوا بتشوفوه. وأنتي بالتأكيد ما خذلتهاش يعني، ده حقيقي الحمد لله. وأحمد والدتك أكيد كان ليها دور كبير في حياتك في مجالك الفن. طبعا يعني كان ليها دور كبير في وجودي أصلا يعني. يعني دي حاجة ما ينفعش الواحد يغفل عنها، ليها دور كبير إلى الآن في 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 فكرة تحملي أنا للحياة، يعني بستمد منها طاقتي وبستمد منها قوتي وبستمد منها موهبتي، لدرجة إن ممكن أستخدم ألفاظ من ألفاظها في شغل بطريقتها، جملة معينة مثلا أخدتها منها وقلتها، يعني هي في حياتي
بعد وفاة والدي كمان كل حياتي تقريبا. لعبت دور مهم في قراراتك، يعني القرارات اللي انت خدتها زي مثلا جوازك مثلاً. يعني امي ما بتتدخلش قوي في قراراتي، لكن انا اللي بلجأ لها. يعني هي عارف من الامهات اللي هو لو رحت قلت لها ماما انا عايز اعمل كذا مش هتفكر ابدا غير في انها تقول لي ربنا وفقك. ربنا وفقك يا الله، مش هتفكر هو القرار اللي خده ده صح ولا غلط. يعني كل تفكيرها بيروح انها تدعي له ربنا يوفقه، انها لكن مش هتقعد تفكر وتناقش. وانا اللي بقعد احكي، يعني انا اللي بقعد احكي عشان انا من جوايا ارتاح. يعني بحس ان انا عايز احكي لها كل حاجه، اقول لها انا بعمل ايه وانا بفكر في ايه، وانا عارف ان الرد اللي انا هاخده منها هو دعوه، لكن لا تتخيل ما قيمه هذه الدعوه. هي اهم دعوه في حياتي طبعا. الدعوه اللي باخدها منها هي دي اهم دعوه في حياتي. قبل ما نسمع ده انا هطلب منك طلب. ساعات لما الواحد بيشوف حد بيديله اسم غير اسمه، لو قلنا ادي لديانا اسم غير اسمها لما شفتها اول مره. والله بصي هي بتبقى صعبه الحكايه دي، لو انا ما كنتش عارف اسمها كان ممكن اتخيل. ممكن يبقى شكلها ايه؟ اسمها ايه؟ ممكن يبقى منى. منى ممكن تدي اسم لاحمد؟ حسنان. حسنان يعني مش حسن واحد عشان انا تخين يعني. اللي عجبني لما قلت لها منى بصت، خدت بالك؟ بصت اول ما حددت منى. بعد البصه اللي ديانا عملتها جت منى على طول. منى رشا كده. بس هي جت معايا منى، يعني انا قعدت مركز شويه كده لقيت منى. عايز اقول لكل جمهور مشاهدي سؤالين النهارده معانا، يعني ديانا كرازون هتغني لنا بصوتها واحده من اجمل اغاني الست ام كلثوم. هنسمع منها الاطلال بمشاركه ديو حسنين. يا راجل سيبك الكلام الفاضي ده.